كشباب بعمر صغير الحياة علمتنا أنه نبني من رمادنا شيء جديد، قيمة جديدة، قيمة مضافة جديدة. مرحبا واضح، اسمي أحمد يزن ميري، عمري 20 سنة، بدرس هندسة ميكاترونيكس وكمبيوتر ساينس، وسفير عالمي لمنظمة يوث فور نيتشر. المشروع هو عبارة عن تحويل بقايا النفايات العضوية لسماد صحي تقريبا مثالي بكل النواحي للنباتات بشكل عام. فكرة المشروع انطلقت من حاجة إلي وللناس اللي حوالي للسماد رخيص وفعال منيح وصحي للنباتات. حاليا على مستوى 3 عائلات عم نشتغل لنعيد نفايات، عيد تدوير نفاياتنا المنزليه وننتج منها السماد يلي بنقدر نستخدمه هون بالجنينات اضافه للسماد الباقي ممكن عم نبيعه. صعوبات كثيرة، الصعوبات ممكن النت البطيء لأتعلم عن الفكرة، الكهرباء سيئة، الصعوبات الاقتصادية، غلاء الأسعار، في مواد ما عم تنوجد ممكن تلزمنا، الوصمة المجتمعية عن العالم اللي بيشتغلوا بهالمجال. بوجه رسالة لأي شاب أو أي إنسان بشكل عام حابب شيء معين، طموح بشيء معين، حابب يحط أثر إيجابي للمجتمع، أنه تجاوز كل الصعوبات، لا تفكر بالمشاكل، المشاكل كثيرة بس كمان الحلول كثيرة. ممكن نبلش صغار، نبلش بأفكار بسيطة كثير على مستوى بيت، حتى على مستوى فردي، بعدين نكبر. ولا تيأسوا، ارجعوا بلشوا من جديد. اذا فشلتوا، الفشل شيء طبيعي والصعوبات اللي قدامنا كثير كبيره، بس بنقدر نتجاوزها بالمثابره وبالصبر. الصبر كثير مهم، لا تيأسوا.